في ظلمة الليل وعند هجعة الخلق، يخلد الناس إلى نومهم قريرة أعينهم، إلا أنه مع ذلك يبقى أناس من بني جلدتنا يتقلبون على جمر الغضا لما يعيشونه من فقر وحرمان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ومع شروق شمس كل يوم يتجدد الأمل وتعظم ثقتهم بربهم، فيغدو الأب من بيته باحثا عن لقمة العيش، ساكبا في سبيل ذلك عرق الجبين. ليعود بما قسم الله له ولأسرته للبيت، ليقتاد هو وأبناؤه وزوجته المريضة لقمة حلال تزداد معها السعادة وترتسم لأجلها البسمة على الشفاه المتقطعة. وفي أحد الأيام يخرج الأب كعادته من منزله وهو يتمنى أن يعود إليه، وقد حملت يداه دواء ناجعا لزوجته المريضة. وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث وقع له ذلك الحادث المؤلم، إلا أن القدر كان أسرع. لقد فارق الدنيا وفاضت روحه إلى بارئها. يا الله، ترك وراءه أطفالا أيتاما وأرملة مريضة، من لهم؟ لهم الله، فإن الله لا ينسى أحدا. لم يقف زهير أمام هذه المصيبة خائر القوى، بل سار على نهج والده بالبحث عن الرزق، وفي نفس الوقت كان عليه أن يزامن ذلك بقطع دراسته ويعمل ليرعى أسرته. لكن ماذا يريد هذا الرجل من ملاحقتهم؟ بل ماذا يخفي لهم؟ لا نعلم ما يخفي القدر له. فجأة تقف السيارة أمام مبنى لجنة الفتيان الأيتام في نادي الجليل في منطقة مخيم إربد.
لجنة الفتيان الأيتام نادي الجليل لرعاية الأيتام، شلال متدفق من العطاء. اللجنة تعتمد في عملها على رعاية الأيتام من حيث أن ينالوا الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، بما يضمن نشأتهم نشأة صالحة حتى يكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم. تأسست لجنة فتيان الأيتام في نادي الجليل عام 1984 على أيدي مخبر من الشباب المؤمن المتطوع. غاية هؤلاء الشباب كانت أولاً وآخراً ابتغاء وجه الله عز وجل، ومن ثم تربية جيل تربية صالحة نابعة لعقيدتنا الإسلامية السامحة. وتقدم هذه اللجنة خدمات متنوعة للأيتام بخطط مدروسة يقدمها عدد من الشباب المتطوع ليمسحوا دموع الأيتام لتعينهم في مجالات الحياة. والاهتمام اللجنة في الجانب التربوي والتعليمي، خصصت لذلك اللجنة قسما يقوم مقام الأب ليقدم الرعاية التربوية والتعليمية لليتيم داخل المدرسة وخارجها، بدءا بتقديم الاحتياجات المدرسية ومرورا بتأمين المصروف اليومي وانتهاء بتكريم المتفوقين. ولإيمان اللجنة بأهمية الجانب الترفيهي والتثقيفي، جعلت قسما يهتم بهذه الأنشطة ليشعر اليتيم بأنه لا ينقصه شيء. وتأتي الرعاية الاجتماعية ضمن خدمات اللجنة لتقدم من خلالها المعونات العينية والغذائية للأيتام حسب احتياجاتهم، ليتحقق بذلك شعار اللجنة شلال متدفق من العطاء.